احنا دلوقتي في الكواليس بعد انتهاء حفل الختام الكلوزنج سيرموني. الناس دي شغاله هنا ليها شهور بتجهز للحظه دي. الاول كان اولمبيكس ودلوقتي بارالمبيكس. استمتعوا بالكواليس ومن داخل ارض الاستاد مكان الشواب. ملعب بيشيل 70,000 متفرج، كان مليء بالضوضاء والميوزك والصيحات والاهات. موجود هنا اللعيبه ذو الهمم العاليه، لعبوا واتحدوا وجهزوا للحظه دي وكسبوا وخدوا ذهب.